سر الأضحية. استيقظ الخليل فجأة من نومه، وقد كان له في المنام رؤية ابنه. أخذ نفسا وجفف العرق عن جبينه، ثم شرب كأسا من الماء لسقي ريقه. شد على نفسه وخاطب قرة عينه بأنه قد أمر الرحمن بذبحه، وسر إبراهيم لإسماعيل برده قائلا: افعل يا أبتي ما تؤمر به. طلب من الله أن يضمه في حضرته، فصلى وكبر قبل على ضحيته. ولما رفع سكينه ثبت في رؤيته، فأتاه الله كبشا بين يديه. صدق إبراهيم مشهد نومه، وعاش وابنه في عيشة راضية، إيمان وحب لله وتضحية، سنة العيد بالتأكيد محمدية، ودعها لنا الحبيب ابن آمنة المكية، محمد نور الحق في هدي البريئة. سنن من إبراهيم للبداية إلى محمد لختم الرسالة وللنهاية. فكبر الله تكبيرا وسمي به ليبارك لك ربك في الأضحية، ولا تبخل في حق الوليمة، فلا تنسى إخوانك من بين الأهل والشقية.